انا مش عارفه بجد هو انا ارضي كان قوي للدرجه دي؟ انا مش عارفه بجد ايه اللي حصل يعني. بكلمك بامانه والله كريستيانو رونالدو عمره ما كان عنده مشاكل كده يعني في حياته. انا مش عارفه من الواضح ان نبري وقري عليه ابتدى يؤتي ثمار في الفتره الاخيره. هو مش هزار، انت بقالك كام اسبوع مركز كنت بس عايز اقول لك على حاجه. لا اكيد يعني طبعا بنتمنى له السلامه اكيد. احنا يعني بنتكلم بس على الحاجات الاستفزازيه زي اللي مثلا على فكره غيره كمان ابراهيموفيتش من الناس اللي بتعمل شويه حاجات تستفز بيها الناس، فهنركز معاه الفتره الجايه بس نخلص المرحله. انا اكتر لاعب بحبه في العالم ابراهيموفيتش. ابعد عنه. بتحبي غروره؟ طيب بص، الغرور لما يبقى مبني على الثقه او يعني يبقى مبني على حاجه ليها يعني هو حقه يعني انا صح. بشوفه هو صح. حقه. لكن لما انت تبقى مغرور او عندك ثقه زايده ومش مبنيه على حاجه كلها اوهام في دماغك فدي اكيد لا. هو لما تبقى الثقه والغرور مبنيين بالكامل على التقليل من شان الاخرين والاستهتار بيهم لا يبقى نقف بقى عند ابراهيموفيتش ونركز معاه شويه الجايين. ربنا يستر ربنا يستر.